السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي بتضيع التركيز وبتخلي الواحد ما يعرفش يركز في شغله، سواء طالب بيذاكر أو موظف بيأدي عمله، موضوع التنبيهات اللي بتيجي من الشبكات الاجتماعية زي الفيسبوك، زي مثلا ممكن برنامج زي الواتساب، برنامج تويتر، الحاجات دي بتعمل تنبيهات فبتشتت الواحد. بفرض انت مش تقراها، يعني انت لو قريتها هتلاقي نفسك دخلت في موضوع تاني وبترد على حد وتتكلم معاه في موضوع تاني. فبدل ما كنت مثلا مركز في فيزياء او مركز في تصميم معين، بدات تتكلم في ماتش كوره ومحمد صلاح والسياسه وحاجات زي كده، او بتتكلم في مواضيع شخصيه، التركيز كله ضاع. بفرض انت مش هتقرا الرسائل، مجرد ان جالك تنبيه ده بيشتت عقلك، تقعد تفكر مين اللي بعت الرساله، بيتكلم في ايه، هل هي مهمه ولا مش مهمه، فالتركيز بيضيع. تمام، عملوا الابحاث دي على بعض الناس، ادهم صور وقال له الصور دي بتعبر عن ايه، فكان اداء كويس طول ما الموبايل صامت ومش موجود. انما اول ما بتيجي التنبيهات بتلاقي الكم رساله بتيجي بعد كده فيها غلطات وتشتيت وحاجات زي كده. فلو انت عايز تشتغل كويس او تذاكر كويس، ابعد نفسك عن اي مشتتات، تقفل التنبيهات خالص، خليها من غير صوت. وكل مثلا ساعه ساعتين لما تلاقي نفسك خلاص زهقت من الماده ديت او زهقت من الشغل ده وعايز تاخد بريك، بص على الموبايلات وشوف الرسائل ورد عليها، وبعد كده ارجع تاني كمل شغلك ان شاء الله. ربنا يوفقك وتركز في وظيفتك ويوفقك ان شاء الله.